صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي هتسمع فيه الفيديو. انا المهندس احمد طارق. النهاردة في الفيديو ده هنكمل كيفية قراءة مخطط الكهرباء للمعدات الكاتربيلر الجزء الثاني رقم 2. احنا شرحنا في فيديو سابق ازاي نتتبع اعطال المعدات الكاتربيلر وازاي نقرأ السكيماتيك او المخطط الكهرباء للمعدات الكاتربيلر. ففي الفيديو ده هنكمل بس على معدة تانية، معدة احدث اللي هي 745 سي دامب تراك الدامبر، وطبعا السكيماتيك بتاعها رائع جدا وحديث جدا هيعجبك قوي. فلو حضرتك اول مرة تشرفني في القناة وتتفرج عليا ياريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد بينزل على القناة لحظة نزوله. طبعا يا جماعة قبل ما نبدأ انا بس عندي تعقيب صغير. انا ملاحظ الفترة الاخيرة في ناس كتير عمالة تطلب الواتساب بتاعي في القناة، وانا مفيش اي مشكلة بديهم رقم الواتساب بس ما بلاقيش حد بيبعت لي اي حاجة. فهل في مشكلة في رقم الواتساب؟ انا مش عارف. يعني مثلا احنا لو دخلنا على القناة كده هنبص في احمد جمال، ممكن رقم الواتس ده امبارح وديته رقم الواتس ومفيش اي حاجة. فانا مش عارف هو يعني هل في مشكلة. انا كلكم ما بحد بتواصل معايا الواتساب برد عليه بكل اريحية وكل يعني استضافة وكل حب وكل صداقة ومفيش اي مشاكل، واللي عايز يتكلم معايا على الفيسبوك مفيش اي مشاكل. فانا الحقيقة انا طبعا بحب الريبلايز بتاعتكم كلها، بحب ارد على كل التعليقات بتاعتكم، بس انا مستغرب موضوع كذا حد يطلب مني رقم الواتساب وما يبعتش حاجة. فمش عارف هل في مشكلة في الواتساب ولا في مشكلة في الواتساب ما بين دولة ودولة ولا ايه، انا مش فاهم. برضو في هاشم البيضاني طلب سكيماتيك اللودر بتاع 980 اتش، قلت له ماشي تواصل معايا واتساب ومديته الرقم وبرضو مفيش اي حاجة. وبرضو اكسبرتس منوعات ميكس اريد التواصل معاك على الواتساب وبرضو مفيش اي حاجة. فانا مش عارف برضو ايه المشكلة. في برضو واحد تاني تحت اللي هو العجيلي، في واحد كان اسمه العجيلي برضو اهو. لا علاء سوس، ممكن رقم التواصل لو سمحت يا باشا يا باشمهندس احمد، اديته رقم الواتساب وبرضو مفيش اي اختار خالص. فياريت يا جماعه لو حد في مشكله في الواتساب ياريت يبلغوني عشان برضو افهم ليه الناس ما بتتوصلش. نرجع لمرجعنا. طبعا زي ما قلنا السكيماتيك بتاع ال 745 سي سكيماتيك جميل جدا هيعجبك، هيساعدك جدا في تشخيص الاعطال. فحظك هناك لو جالك عطل في معده زي دي. احنا مثلا المعده دي هنبتدي مثلا زي ما اتفقنا، فلنفترض مع بعض احنا عندنا مشكله في حساس الوقود ضغط الجاز او الفيول بريشر سنسور. فزي ما احنا اتعلمنا على الشمال هنا بيبقى فيه قائمة ممكن انت من خلالها تنط جوه الاسكيماتيك او بتعرف كل حاجة فيها ايه. في بعض الكومبوننتس في الكاب الكابينة من ضمنها المفاتيح والسويتشات وسويتش التكييف وسويتش الاضاءة والطارة والشيفتر بتاع الفتيس والزراير اللي في الكابينة. وفي حاجات تانية اللي هي موجودة على الشاسيه بره من ضمنها السنسور بتاعنا اللي هو الفيول بريشر سنسور. فانا هختار تشيسز اند انجن. تمام انا هنزل ادور عليه مثلا. يعني احنا بنفترض ان احنا في عطلة عشان نعرف نتتبعه ازاي. يعني في سنسور هنا اهو فيول بريشر افتر فلتر، يعني هو ايه البريشر بتاع الفلتر الفيول بعد الفلتر. طبعا ايه ده الحساس بتاعي او الفيول بريشر سنسور. فلنفترض ان هو عامل شورت مديك على الاي تي ان هو عامل شورت سيركت، فانت عايز تقيس على الاطراف بتاعته. ولو انت عايز تعمل ضفيره خارجيه هتعملها ازاي او تعرف كل بدايه ونهايه فين؟ اولا لازم تعرف مكان السنسور فين. فهنا سكيماتيك ده بيديك ميزه كويسه قوي، انت لو دوست على اللينك ده هيقلب لك على طول على المكان بتاعه اهو، قلبه لك. بص الصوره جميله جدا وبالالوان اهو، السنسور اهو موجود 118 اهو ده. طبعا ايه مكانه سهل جدا تقدر ايه تحدده. تمام نرجع تاني، تدوس هنا بقى يرجعك تاني على مكان ايه الاسكيماتيك. تمام يبقى انا سنسر عندي ثلاث اطراف، الالوان بتاعته
ابيض واخضر وازرق، تمام. ودي ارقام الاسلاك، وده البارت نمبر بتاعه برضو لو انت عايز تاخد الايه البارت نمبر بتاعه وتخش على الجوجل تشوف رؤية العين عشان برضو لو عايز ايه تطلبه، او ده البارت نمبر بتاعه لو عايز تطلبه من الوكيل على طول برضو، بس برضو ايه تتأكد من ايه من البارت نمبر. انا مش عارف هو مش عايز يظل الحلو ليه، بس يعني ايه ادينا بنحاول مع بعض. خلينا نكبر شوية كده نعرف نجيبه اهو. اهو جاب كوبي، نطلع على جوجل نيو تاب جوجل. كات الاول وبعدين تقوم عامل كنترول في. هيظهر معاك ايه رؤية العين اهو، تدوس الصور اهو. طبعا ايه ادي السنسور باين معاك اهو، لا هتقدر ايه تميزه بكل سهولة. والسيل معاك زي ما هو، ممكن تاخده من القديم او توفق له سيل مفيش مشكلة. طبعا ايه ملوش ضفيرة، الفيشة بتاعته منها فيه زي ما انت شايف كده، تمام. نرجع لمرجوعنا. كده انا عرفت مكانه، عرفت شكله، عرفت اطرافه. طبعا انا هحط لك اللينك بتاع الاسكيماتيك في الوصف عشان خاطر انت تاخد الايه الاسكيماتيك او البي دي اف وتتمرن على عطل تاني او على حساس تاني. فانا برشح لك ان انت تعمل الفيلم اللي هعمله ده على الانجن اويل بريشر سنسور او حساس ضغط الزيت، تمام. تمام، لو انت عايز تتعلم ازاي تمشي ورا الالكتريكال سكيماتيك. طيب انا من هنا من السنسور ده عرفت ان انا واخد الباور بتاعه 5 فولت، والطرف رقم 2 ده جراوند، والطرف رقم 3 ده السيجنال. طيب انا اول حاجه هعملها هقيس ايه على الباور واتصل ولا لا. زي ما انت شفت في الصوره كده هنفك الفيشه بتاعته باللوك، هيظهر لك ما بين الوايت والجرين، ده المفروض تتوقع تلاقي ايه 5 فولت. فانت بتقوم حاطط الاف على الدي سي وتقيس ما بين الخمسه والايه والوايت والجرين، تطلع لك ايه 5 فولت. طيب وبعدين هنطلع ما بين السيجنال والبلو والجرين، المفروض بعد بتقيس ما بين السيجنال والجراوند، دي بيديك حاجه اسمها البول اب فولتج اللي هي المفروض تبقى اكتر من 5، 8 او 11 فولت، تمام. لو انت القيم دي تمام يبقى الضفيره سريعه، بس احنا بنفترض ان احنا عندنا عطل شورت مثلا، فلنفترض ان ال 5 فولت دي مساحه وايه ومحروقه مع الجراوند، فبالتالي ايه خلاص الاي سي ام شايفه ان في شورت فلازم تعمل ضفيره خارجيه. طيب انا ازاي كنت بوصل لمكان الضفيره دي او اصلها فين في الاي سي ام؟ كنت باخد ايه رقم، احنا قلنا ده الرقم ده زي ما انت شايف كده اهو، ده رقم السلك وده يونيك او رقم احادي لكل سلك في المعده، مفيش غير السلكه دي عليها الرقم ده. فعشان نعرف هي رايحه فين بنعمل كنترول اف، كنترول اف اهو، تمام. ونكتب ايه نعمل ايه جي 8 8 2 8، او تعمل كنترول في هنا، لا انا ما عملتش كنترول سي، خلاص اكتب جي 8 2 8 وادي له نيكست. هيبتدي يسرش عليها، والله طلع ايه في فيشه 12. انا عايز اجيب اصلها منين من الاي سي ام، واضح ان هي ايه مغذيه كذا حاجه. ما يباور بقى اهو، بيقول لك انجن ليفت 5 فولت سبلاي، تمام. داخل على البنايه رقم 72 في، هتكون فين طبعا هنشوف بقى في انو اي سي ام، نطلع فوق نعرف انو اي سي ام. طبعا باين ان هي هتبقى ايه الانجن من كتر الكلام المكتوب فيها اهو، انجن اي سي ام. طيب الانجن اي سي ام انا عايز اعرف مكانها فين، اقوم دايس هنا اهو، ادي الانجن اي سي ام او كمبيوتر المحرك او كارتة المحرك، تمام. كده ايه رجعت تاني اقدر ايه. طيب يبقى انا عرفت ان هو الرجل بتاعتنا رجل رقم ايه 72 في الكارتة بتاعت الاي سي ام اهي. طيب
الفيشه اليمين ولا الشمال؟ قلنا هتبقى الفيشه الشمال. ليه؟ عشان الفيشه اليمين اللي هي بتبقى فيها الباور اللي هي الاحمرات الكتير دي، فاحنا مش في الاحمرات، في الفيشه ايه؟ الشمال. وواضح قوي ان الفيشه الشمال ايه؟ 120 بن، والفيشه اليمين كام؟ 70 ايه؟ بن. فاحنا هنخش على الفيشه ايه؟ الشمال. طب انا دلوقتي دي عامله شورت في الحساس ده، هل هقص دي واسحب سلكه جديده؟ لا، مش هتقص، عشان دي بتغذي كذا ايه؟ حساس تاني. هتقوم مقشر ولاحم شركه بسلكه بشي كرتون وتبعتها على الحساس بتاع الفيول بريشر سنسور اللي احنا ايه شفناه. طيب عايزين نرجع تاني نشوف الطرف التاني اللي هو الجراوند. هختار الحساس تاني. اهو واي 749 ده الجراوند، الرقم بتاعه واي 749، فبرضه هنتسرش بنفس القصه، نعمل كنترول اف ونكتب واي 749. تمام. طبعا هنفتكر الثاني اللي هو بي 2792 عشان ما نروحش ونيجي، هيبقى برضه رايح معاهم في نفس الاي سي ام. تمام. هندوس نيكست نيكست اهو. بيقول لك انجن رايت ريتيرن، ريتيرن بمعنى ايه؟ جراوند. فبرضه دي الرجل رقم 83 فين بقى؟ هل هي في نفس البتاع ولا لا؟ في نفس الفيشه. ما هو 72 دي بتاعت ال 5 فولت، الجراوند اللي هي رقم 83 واي 749. تمام. الثانيه كانت كام؟ طيب دي برضه عشان نسحبها للحساس، هل هنقص؟ لا، عشان ده ريتيرن لكذا ايه حساس، فهتقشر وترمي ايه للسلكه في نفس السلكه بتاعت ايه الحساس. طبعا عند الحساس هناك هتقص عادي وتلحم في دخول الفيشه. طيب بالنسبه للسلكه الثالثه، بالنسبه للسلكه احنا قلنا ان هي كان 792، ممكن ندور هنا عشان ما نتوهش ولا هنحتاج نرجع تاني؟ اهي بي 792 فيول بريشر سنسور فلتر اوت، هو دي بقى يونيك واحده للفلتر دي، دي السيجنال الخاصه بفيول بريشر، فدي ممكن تقصها عادي. يعني ممكن دي عند الايه السلكه من ظهر الفيشه كده، السلكه بلو دي تاخد مسافه وتقصها وتلحم سلكه جديده وتبعتها على الايه الحساس. يبقى انا كده عملت ضفيره خارجيه بثلاث اطراف للحساس، اول لما تعملها هتلاقي ايه الكود طار معاك على طول. يلا خد حساس تاني انا، واستخدم الاسكيماتيك اللي في الوصف ان انت تمرن نفسك على حساس تاني وتمشي نفسك وتعرف ازاي تمشي ورا العطل او تمشي ورا الضفيره من خلال الاسكيماتيك البي دي اف بتاع 745 سي. طبعا احنا بنجتهد على قد ما نقدر، في ده اجتهدنا ووفقنا فلنا اجران، وده اجتهدنا فقط فلنا اجر واحد عند الله. اشوفكم على خير ان شاء الله.